بين الشغل الحياة رجعت الشعب عم يرجع تدريجيا عم ترجع الحياة لنا مبسوطين احنا وكذلك وراح نسمد نرجع البلد وراح نعيش بي ان شاء الله الخضار عم تجينا عن طريق السيارات من اماكن بعيدة من الطبقة او من المنبج او من حتى يعني من الباب مصاريف زايدة ومشقة وتعب رغم هالشيء بدنا نصمد راح نرجع للبلد القوارب هاي فالعالم تصير رفيقة بيه قارب يعبر سيارات يجيب سيارات فمشان البشر انه يجي يفوت على المدينة يتعايش يرجع على اوليته على قديمه مشان نعبر فواكه نعبر خضار نعبر كل شيء لوازم للمدنية الحمد لله خلصنا من داعش لا تفوتوا لا تطلعوا لا تعملوا لا شيء واحنا كنا كثيرين بحسرة هلا حريتنا التامة ونروح نجيب أكلنا وشربنا ما حدا يحكي معانا ولا أبداً.